عضة الكلب، هو لو كلب عض انسان لازم يروح المستشفى وياخد حقن، ولا دي حاجة مش خطيرة ممكن يكبر دماغه ويسكت؟ طب نفرض ان الكلب ما عضوش، ده خربشه بس، يروح ولا ما يروحش؟ طب هو الكلب لوحده ولا حيوانات تانية لازم يهتم بيها، ولو عضه نروح برضه المستشفى؟ طب ازاي نتعامل مع عضة الكلب؟ كل ده ومعلومات تانية كتيرة ومعلومة مرعبة لازم كلنا نعرفها بعد الفاصل، تابعونا. اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر اخصائي البطنة العامة. النهارده هنتكلم عن عضة الكلب، يعني هنتكلم عن مرض اسمه السعار. السعار ده فيروس بيصيب الحيوان وممكن يتنقل للانسان عن طريق ان الحيوان ده يعض الانسان. الفيروس ده بيكون موجود في لعاب الحيوان، فعشان كده بيتنقل بطريقة سريعة عن طريق العض، لكن ممكن الحيوان ده نفسه يكون بيلحس جسمه بلسانه او بيلحس ايديه او رجليه يعني بلسانه، وبعدين يخربش حتى الانسان، فممكن كمان عن طريق الخربشة. عشان كده في المؤتمرات الأخيرة بيقولوا حتى لو الكلب ده خربش الإنسان لازم الإنسان يروح وياخد الحاجات اللي احنا هنقول عليها. طيب هل هو الكلب بس هو اللي بينقل المرض ده للإنسان؟ الحقيقة لا، حيوانات كتير بتنقل المرض ده للإنسان، زي القطط، الفيران، زي الحمير، البقر، زي الثعالب، الذئاب وغيرهم. وعشان كده بنقول لو حتى قطة خربشت الإنسان، أو حتى عضة الإنسان، أو كلب، أو فار حتى، أو حتى حمار، أو أي حيوان، لازم يتجه فورا للمستشفى وياخد الحاجات اللي احنا هنقول عليها. لو حيوان عض الإنسان والحيوان ده كان عنده المرض والمرض اتنقل للإنسان، والإنسان ده ما راحش وخد الحقن دي ولا حاجة، الأعراض بتظهر على الإنسان بعد من 20 ل 90 يوم، وبيظهر الأول شوية حمى، ارتفاع درجة حرارة يعني، شوية تكسير في الجسم، شوية ألم في البطن، شوية ترجيع، حاجات بسيطة كده. بعد كده تظهر تشنجات، تظهر غيبوبة، بعد كده لا قدر الله بيحصل موت الإنسان. لأن الفيروس ده لما بينتقل للإنسان بيحتل الجهاز العصبي المركزي بتاعه وبيدمره وبيكون سبب في الوفاة. عشان كده المعلومة المرعبة اللي بنقولها إن مرض السعار ده ملوش علاج لكن ليه وقاية، يعني الانسان لو فعلا الحيوان عنده سعار واتنقل للانسان والانسان ما خدش الوقايه بتاعته والحاجات اللي هنقولها، فده بيؤدي للوفاه بالنسبه للانسان، وما بنعرفش نتصرف معاه وما بيبقاش ليه علاج، بتبقى المرحله متاخره، ما بينفعش ليه علاج بعد كده. عشان كده دي حاجه مهمه، ازاي نتعامل مع عضه حيوان او مع خربشه حيوان. اول حاجه بنطهر الجرح وبننضفه كويس. تاني حاجة الجرح بتاع الكلب معروف ان هو ما بيتخيطش، وما بيتخيطش ليه؟ عشان الفيروس ده ممكن يكون موجود سطحي على الجرح، فممكن واحنا بنخيط بايدينا احنا ندخل الفيروس للاعصاب الطرفية اللي هي موجودة في الجلد السليم عن طريق الابرة، ومن خلال الاعصاب الطرفية يوصل للجهاز المركزي، الجهاز العصبي المركزي، وبكده يبقى احنا اللي ساعدنا في انتشار الفيروس. تالت حاجة يبدأ ياخد الحاجات اللي هنقول عليها دي بالظبط. رقم واحد حاجة اسمها مصل الكلب، دي غير لقاح الكلب. مصل الكلب ده بيتاخد عبارة عن 20 وحدة لكل كيلو جرام، يعني لو طفل مثلا 10 كيلو بياخد 10 في 20 ب 200 وحدة، بياخد 200 وحدة، بنحط جزء صغير على الجرح والباقي بياخده عضل. لو شخص كبير مثلا وزنه مثلا 100 كيلو فبياخد 100 في 20 ب 2000، بياخد 2000 برضه جزء صغير على الجرح والباقي بياخده عضل. المصل ده في منه انواع كتير، فيفضل ان احنا نعمل له اختبار حساسية الاول. يبقى اول حاجة ده مصل الكلب. تاني حاجة هو مصل التيتانوس، بياخد مصل التيتانوس وطبعا برضو بيعمل له اختبار حساسية، دي حاجة معروفة. تالت حاجة بقى لقاح الكلب اللي احنا معظمنا يعرفه، اللي هي حقن الكلب، ودي عبارة عن 5 جرعات بياخدها عضل. بياخد الجرعات دي، الجرعة الاولى في اليوم الاول، بعد كده 3 ايام وياخد الجرعة التانية، بعد كده 7 ايام ياخد الجرعة التالتة، بعد كده 14 يوم ياخد الجرعة الرابعة، وبعد كده الجرعة الاخيرة بعد 28 يوم. الحقن دي بتتاخد بالنسبة للكبار في عضلة الكلب الدلتويد زي كده، وبالنسبة للأطفال بتتاخد في الورك من قدام زي التطعيم زي كده. لو واحدة حامل وعضها كلب أو خربشها كلب أو أي حيوان تاني برضو تاخد اللقاح، مفيش فيه مشاكل خالص. طيب هو في ناس نديهم اللقاح بال5 جرعات دول وما يكونش حاجة عضتهم؟ اه، اللقاح ده حاجة كده وقائية، فبنديها للناس اللي بتتعامل مع حيوانات كتير، زي مثلا في السيرك مثلا، او بيتعاملوا في جنينة حيوانات، او الاطباء البيطريين، او اي حد بيتعامل مع حيوانات بشكل كبير ومتعرض ومعرض للعض، فبياخد ال5 جرعات دول عادي، فبتبقى دي حاجة كده زي تحصين ليهم. في النهاية الرسائل اللي نطلع بيها، اول حاجة لو عضك كلب او اي حيوان تاني او حتى خربشك،
تتجه فورا لاقرب مستشفى، هتاخد الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم، مصل الكلب، مصل التيتانوس، لقاح الكلب بالخمس جرعات بتاعه في الايام اللي احنا قلنا عليها. تاني حاجة، مرض السعار احنا بنقول انه ملوش علاج لكن ليه وقاية، فعشان كده احنا ما نقدرش نقول الكلب ده عنده المرض ولا لا، الحيوان عنده المرض ولا لا، انا اخد بالاحرص والاحوط لو حصل الكلام ده اروح للمستشفى واخد الحقن والتطعيمات اللي احنا قلنا عليها احسن. الحاجة الأخيرة، ابعد عن الحيوانات على قد ما تقدر، بلاش تربي قطط، بلاش تربي كلاب ملهاش لازمة، ولو مضطر إن أنت تربي حاجة زي الحاجات دي يبقى لازم تحصنها كويس وعند دكتور بيطري مش عند أي حد يكون هاوي أو حاجة، لازم ياخد التطعيمات كويس عشان ما يبقاش عنده المرض ده وما يجيلوش مرض السعار. وفي النهاية أحب أشكركم، لو عايز الفيديوهات توصلك اشترك في القناة، اعمل سبسكرايب لايك شير، شكرا ليكم.